السلام عليكم أصدقائي في كل مكان. اليوم حابب أخذكم بجولة بجامعتي بالدونساي بهالجو الحلو. صبحت اليوم صحيت من النوم كان الجو حلو ما في تلج، فجأة صار في تلج وتغير الجو كليا. طبعا حاليا الجامعة بما ان الطلاب كلياتهم روحوا، الاجانب والصينيين، فالجامعة تقريبا شبه مهجورة، فمش هشوفوا فيها الا المرة، لانه جامعتي بين منطقتين حيويتين، الوالمارت ومنطقة الخاش جياو، فالمواطنين بمروا بالجامعة لحتى يصلوا المنطقة الثانية. شايفين الجامعة تقريبا شبه مهجورة ما في حدا. وهاي المنطقة ساحت من الثلج لأنه من شوي كانوا يرشوا ملح. بس على فكرة طول ما الثلج بينزل ما في برد، بالحالة اللي بوقف فيها الثلج بصير شو برد، لازم أروح دغري على البيت. درجة الحرارة تقريبا الآن -8، بس لو وقف الثلج هتكون أوطى بكتير حتى يصار في هواء. بحالة انه في هواء، لو كان -8 حقيقة بيكون الريل فيلينج -15 -20، بس الهواء لحد الآن خفيف يعني. على فكرة الجامعة منظرها حلو كتير، ما فيها طلاب غيري أنا الوحيد. منظر الجامعة حلو كتير. عاد بالربيع المنطقة هاي أصور لكم إياها إن شاء الله هتكون كلها زهور، هي زهور الساكورا الشجرة اليابانية المشهورة، زهور الكرز بتكون بتجنن هاي المنطقة. وهون برضو في ملح وفي مي كتير بالشارع. على البحيرة الصناعية اللي عاملينها بالجامعة أكيد بتجمد. واو شايفين كيف بتجمد؟ هاي بالعادة فيها مي بتكون بس متجمدة. في هناك برضه شلال صناعي لكن متجمد، كله متجمد. هذا ملعب الجامعة، ملعب كرة القدم. بالعادة باجي هون بركض وفي ناس كتير صينيين بيجوا بركضوا، بس اليوم ما في حدا غير عاملين، ما في غير عاملين هون اللي بنظفوا الملعب بشيلوا بالثلج. يا سلام سلام، الأرض هاي بالزحلة. عاد انا بالجامعة كتير بايام التلج كتير وقعت كتير، مش انا لحالي، كل الشباب، لانه بكون عادة جليد فبتزحلق. نشوف الان شو اخبار ملاعب التنس وملاعب الطائرة وكرة القدم موجودة هون.
هاي ملاعب الجامعة، ملعب كرة القدم والتنس وملعب كرة السلة. واو، مخاطر الهرب المتواجد هذا. لعب شوية ترايسبس. متعود على الهدوء هذا اللي بالجامعة، هدوء مش طبيعي، ما في ناس ولا الصينيين ولا متخبيين ببيوتهم. بس الجو حلو، رائع جدا. بالعادة بيكون في هواء مع سالب 15 سالب 10، بتكون يعني الريل فيلينج بوصل 25 سالب 25، بكون برد مش طبيعي، وجهي بيتجمد. الشتاء اللي فات كنا نلعب كرة قدم هون شهر 2 تقريبا، فالواحد كان يصير معه تعرق فلما اروع على غرفتي بطلع بالاسانسير بطلع بالمراية بكون شعري كله متجمد كأنه منتور عليه قزاز مش طبيعي. هذا طلاب الاجانب، لكن هو حاليا فاضي، ما في طلاب اجانب كثير، كلياتهم مروح. هذا حكيم الصين كونفوشيوس، والله وخسارة خلصت البطارية، شكلها ما معي بطارية سبير، شكلها روعة البيت الآن.